المسار، هذا المسار اللي بدايته طرفية ونهايته طرفية ويحتوي على الرابطة الثنائية. بس زي ما تعلمنا دائما بختار المسار الأفقي أوضح للعين، باجي برقم من الطرف الأقرب لذرة الكربون اللي مكونة للرابطة الثنائية. هاي الكربونر بتأخذ رقم 1، لو بدي أبلش من هون رح تكون عندي 1 2، فأنا زن إجباري لازم أبلش الترقيم من هون 1 2 3. بلاحظ مساري خارج منه تفرع، هذا التفرع يحتوي على كربونة واحدة يعني ميث، وزي ما حكينا التفرع ينتهي بمقطع إيل. باجي ببلش عندي بسمي تفرعي مبتدئة برقم ذرة الكربون الخارج منها التفرع اللي رقم 2، خارج منها تفرع يسمى ميثيل، بين الرقم والحروف بنظة زي ما تعلمنا بحط شرطة داش، وباجي بحكي عندي سلسلة الكربون تتكون من 3 ذرات كربون يعني بتأخذ مقطع بروب، وبسبب وجود الرابطة الثنائية بنهيها بمقطع إين لأنه ألكين، وباجي بحدد قبل التسمية وين موقع الرابطة الثنائية عند رقم إيش كانت، عند رقم 1، وبحط 1، وعشان بين الحرف والرقم بحط شرطة بين الحرف والرقم، فبصير مركب اسمه 2 ميثيل 1 بروبين. وبرجع بذكر أنا مش مطالبة بالتسمية بس مطالبة إذا أعرف شوف المركب انتهى بإين أعرف إنه ينتمي لعائلة ألكين. واضح؟ لنرجع هلا بدي افوت على الالكاينات، نفس الاشي حكيته عن الالكينات ينطبق على الالكاينات، بس بدي اعرف بالالكاينات شو الفرق بيناتهم. مركبات عضويه تحتوي على رابطه ثلاثيه، يعني راح الاحظ في عندي رابطه ثلاثيه بين ذرتي كربون، ذرتين كربون متجاورتين والرابطه بيناتهم ثلاثيه، بس اللي بتفرق نفس الخطوات اللي تبعتها بالالكينات، اختيار اطول سلسله كربونيه تحتوي على الرابطه الثنائيه، والترقيم من الطرف الثلاثية والترقيم يبدأ من الطرف الأقرب إلى الرابطة الثلاثية، بس وبسمي التفرعات بمسبوق برقم الكربون اللي خارج منه ذرة الكربون التفرع، وبين الحرف والرقم شرطة، ولكن عند تسمية أنهي تسمية المركب العضوي بنهيه بمقطع اللي بيوضح عدد ذرات الكربون، والمقطع الثاني بنهي بمقطع اين بدل ان، اين يعني عندي الكاين، عندي ايش عندي؟ عندي الكاين. هلا بدي افوت على مشتقات المركبات الهيدروكربونيه، مشتقات الهيدروكربونيه اللي هي بتحتوي على مجموعه وظيفيه، وش يعني مجموعه وظيفيه اذكركم فيها؟ يعني هي الجزء المميز الفعال في داخل المركب العضوي، يعني أنا عندي عند هذا الموقع يحدث التفاعلات الكيميائية اللي رح نشوفها فيما بعد، اللي هي المجموعة الوظيفية رح تكون يا إما ذرة أو مجموعة ذرات تحل محل ذرة الهيدروجين بتعطي المركب صفات المحددة، يعني هي اللي بتخلي اللي بتوضح أو بتميز أو تعطي للمركب خصائصه الفيزيائية والكيميائية. أول مركب مشتق مركب هيدروكربوني مميز اللي هو الهاليد الالكل اللي بياخد صيغة RX، زي ما تعرفنا رمز R يعني تفرع، وهذا التفرع مرتبط مع مين؟ مع X تعني هالوجين، هي إحدى عناصر المجموعة السابعة، وإكس هي المجموعة الوظيفية في عائلة هاليد الالكل. عشان نفهم هذا الحكي لو بدي أخذ الكان اللي هو أصغر مركب ألكاني اللي بيحتوي على ذرة كربون واحدة مرتبطة حواليها 4 ذرات هيدروجين، قمنا باستبدال ذرة الإتش استبدلتها بإحدى ذرات الهالوجين اللي هي إما فلور أو كلور أو بروم أو يود، واحدة من هاي الذرات، وعملية الاستبدال إحنا المطالبين فيه اللي هو استبدال ذرة هيدروجين واحدة بإحدى ذرات الهالوجينات. لما استبدلتها أصبح لدي مركب يحتوي على كربونة واحدة نفس الألكان، بس اللي بيفرق عنه أنا عندي بالألكان كانت 4 ذرات هيدروجين، يعني علاقة ذرات الهيدروجين بعدد ذرات الكربون الضعف زائد 2. هون راح ألاحظ إنه أنا عندي كربونة واحدة،
علاقة ذرات الهيدروجين معاها الضعف زائد واحد، يعني صيغة إيش؟ تفرع اللي رمزنا له بآر مرتبطة بالرابط الرابع اللي تم استبداله بإحدى ذرات الهيدروجين اللي نرمزها برمز إكس، فأصبح لدي آر مرتبطة مع إيش؟ إكس. فلما أشوف أنا عندي إحدى ذرات الكربون خارجة منها ذرة هيدروجين، إيش مكان ذرة هذه الهيدروجين؟ فبحكي إنه هذا المركب عبارة من عائلة هاليد الألكل. واضح؟ هاي الكربونة بنسميها كربونة هيدروجينية. شو يعني كربونة هيدروجينية؟ يعني كربونة متصلة مباشرة مع إحدى ذرات الهيدروجين. هلا مش مطالبين بالتسمية، عرفنا أنا من الصيغة البنائية بدي أعرف إذا تواجدت عندي كربونة متصلة مع ذرة الهيدروجين، يعني أنا عندي مركب هاليد ألكل. أو من الصيغة الجزيئية، إذا شفت أنا عندي مركب عضوي يحتوي مركب عضوي صيغته الجزيئية CH3 CH2 مثلا CL، يعني أنا عندي كربون وهيدروجين بالإضافة لإحدى ذرات الهيدروجين، عرفت إنه شو عائلتي أنا؟ هاليد ألكل. ده نعرف إشي تاني ومهم عندي وخاصة في التحضير، لازم أعرف أنا هاليد الألكل شو نوعه، عشان هيك هاليد الألكل له تصنيفات: هاليد ألكل أولي، هاليد ألكل ثانوي، وهاليد ألكل ثالثي. ما المقصود بالأول؟ البرموز له بواحد عليه دوت، يعني من الدرجة هاليد ألكل من الدرجة الأولى هاليد ألكل أولي، أو 2 عليها دوت يعني هاليد ألكل من الدرجة الثانية، أو 3 عليها دوت اللي هي هاليد ألكل من الدرجة إيش عندي؟ الثالثة، اللي هي يعني أنا عندي راح تكون الكربون الهيدروجينية زي ما حكينا، الكربون اللي خارجة من الهيدروجين مرتبطة بمجموعة R، بمجموعة R واحدة أو غير مرتبطة. شو قصدك يا مس؟ يعني أنا عندي كربونة الهالوجينية يعني المتصلة بذرة الهالوجين، يا إما بتكون جميع الروابط حواليها جميع ذرات هيدروجين يعني ما عندهاش حواليها ولا ذرة كربون، هاي بسميه هاليد ألكل من الدرجة الأولى، أو إن الكربون المرتبطة بذرة الهالوجين رح تكون مرتبطة بمجموعة R، يعني أنا عندي CH3 هي مجموعة R، والباقي الروابط اللي رح عشان كمل أربع روابط رح تكون عبارة عن ذرات هيدروجين، يا بيكون جميع الروابط حواليها مرتبطات بذرات هيدروجين، أو على القليل لازم يكون عندها حواليها R واحدة الكيل واحد. إذا كان عندي الكيل واحد فعندي هذا هاليد ألكل من الدرجة الأولى، بينما هاليد الثانوي بتكون عندك الكربون الهالوجينية، الكربون المرتبطة بذرة الهيدروجين طالع منها تنتين R وبضل لها الرابط الرابع اللي مرتبطة بذرة هيدروجين، يعني هاي كربونة مطالعة هيدروجينية المرتبطة مباشرة مع ذرة الهيدروجين لازم حواليها تنتين كربون، والكربون بيعمل أربع روابط والرابط الرابع هتكون مع ذرة هيدروجين، فأنا عندي هون R وهون R، فطالما عندي الكربون الهيدروجينية طالع منها تنتين R تفرعين، إذا عندي هلأ هذه بصنفه هاليد ألكل إيش عندي؟ ثانوي. بينما الثالثي الكربون الهيدروجينية إيش مكان ذرة الهيدروجين المرتبطة معها؟ إذا كان حواليها 3R ثلاث تفرعات ما عندهاش ولا ذرة هيدروجين مرتبطة معها، فبعرف إنه هو من الدرجة إيش عندي؟ الثالثة. واضح؟ تفوت على الكحولات. الكحولات تعني إنه وجود مجموعة الهيدروكسيل في داخل مركب العضوي، يعني بطل عندي مركب يحتوي كربون وهيدروجين فقط، لازم يكون إحدى الروابط الأربعة اللي حوالين ذرة الهيدروجين الكربون إحداهم مرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل اللي صيغتها OH. بدنا نعرف إن الكحولات هو عبارة عن مركب هيدروكربوني من مشتقات الهيدروكربونية المشبعة، لأنه جميع الروابط رح نلاحظها حول ذرة الكربون عبارة عن روابط أحادية، بس لازم تكون واحدة من هاي الأربعة مرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل اللي هي المجموعة الوظيفية المميزة لعائلة من عندي الكحولات اللي بتاخد الصيغة الجزيئية العامة. كحولات يعني صفى عندي أنا عندي لو بدي أخذ أصغر مركب كحولي اللي هو كربوني واحدة، ورح يكون إحدى الروابط عاملة مرتبطة مع مجموعة الهيدروكسيل وباقي الروابط مع ذرات الهيدروجين، أطلع على هذا المركب رح ألاحظ إنه عندي كربون وهيدروجين وأكسجين، رح ألاحظ إنه الكربون عددها واحد، الهيدروجين أربعة، والأكسجين عندي إيش؟ واحدة. ولو بدي أجي أخذ العلاقة بين عدد ذرات الكربون والهيدروجين، الهيدروجين والأكسجين وعلاقتهم مع عدد ذرات الكربون، رح ألاحظ إيش ما كانت عدد ذرات الكربون، رح ألاحظ إنه الهيدروجين ضعفها والأكس زائد
تنين، والأكسجين اللي هي راح تكون نفس اللي هي راح تكون ذرة واحدة فقط مهما كان عدد ذرات إيش عندي الكربون. فهذه هي بسميها الصيغة الجزيئية العامة للكحولات. فأي مركب كحولي أجي ألاقي مثلا C4H10O، فلا بلاحظ إنه الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون زائد 2 وعندي أكسجين واحدة، راح أعرف في هذا المركب راح يكون إما كحول أو رح نتعرف عليه كمان شوي رح يكون من عائلة الإيثر. من عائلة إيش عندي الإيثر. دائما بدك تعرف إن الكحولات تنتهي بمقطع أول. فأنا عندي صرت عندي طريقتين أعرف مركب العضوي هل هو كحول أم لا، إما من الصيغة الجزيئية لإله إذا تواجدت ذرة كربون مرتبطة مع مجموعة الهيدروكسيل بغض النظر مع شو نوع الذرات الكربونات اللي حواليها، أو من من تسميته إذا لقيت أنا عندي واحد بروبا نول انتهى بمقطع أول يعني أنا عندي مركبي كحول. نفس الإشي زي ما حكينا عند هاليد الألكل، عند هاليد الألكل تصنف الكحولات إلى أول وثاني وثالثي، مهم نعرفه لأنه في التحضير لازم أعرف أنا الكحول اللي عم بشتغل عليه شو تصنيفه، أولي أم ثانوي أم ثالثي. نفس الطريقة اللي تبعناها في اعتمدناها في عند تصنيف الهاليد الألكل، نفس الكحول الكربونة المرتبطة في مجموعة الهيدروكسيل إذا كان حواليها جميعهم هيدروجينات. في حال كان عندي المركب العضوي الكحول يحتوي على ذرة كربون واحدة رح يكون عندي هذا عندي تصنيفه من الدرجة الأولى كحول أولي، بينما إذا أو رح أصنف كحول أولي إذا كانت الكربون المرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل مجموعة الهيدروكسيل طالع منها مرتبطة مع كربون واحدة مرتبط مباشر مع كربون بغض النظر الكربون الثاني اللي طالع منها كم عدد ذرات الكربون بداخلها، يعني أنا عندي فقط اتصال مباشر مع كربون يعني مع R بغض النظر طول السلسلة الكربونية في داخل R والباقي هيدروجينات رح يبقى تصنيفه إيش عندي أولي. بينما إذا كانت الكربون المرتبطة مع مجموعة الهيدروكسيل طالع منها تنتين R يعني أنا مرتبطة مع مباشرة مع تنتين كربون بغض النظر طول السلسلة الكربونية اللي حوالين هذه الكربونة الهيدروكسيل هيدروكسيل تنتين R فتصنيفه رح يكون ثانوي ورح تكون الرابطة الثالثة مع ذرة هيدروجين، أو كربونة الهيدروكسيل مرتبطة مع 3R رح يكون تصنيفه من الدرجة إيش عندي الثالثة من الدرجة إيش عندي الثالثة. واضح؟ هلأ لو بدي أجي هون تصنف هذا المركب العضوي أنا باجي أول إشي عشان أعرف تصنيف المركب العضوي بنصحك تحوله لهيكل كربوني يعني جرده من عيش من ذرات الهيدروجين المحيطة به، يعني باجي بحدد الكربون المجموعة الهيدروكسيل هاي كربون هاي مجموعة المرتبطة مجموعة الهيدروكسيل بطلع بلاحظ أنا عندي هون تجمعات كربونية. دائما اتأكد انه يكون عندك الهيكل المركب العضوي ما عندي تجمعات كربونية يعني تكون ذرات الكربون ارتباطها مع بعض مفصل يعني صيغة بنائية مفصلة يعني توضح طريقة ارتباط كل ذرة كربون بالاخرى. عندي تجمع كربوني بدي افكه، انتبه بدي اذكرك اللي اخذناه باول ثانوي اذا كان التجمع الكربوني داخله على صيغة CH3 يعني تفرعات يعني من الكربوني هاي الماسكة بمجموعة الهيدروكسيد بدي اطلع تفرع كم من تفرع عندي ثلاث وبطلع ثلاث تفرعات كل تفرع شو صيغته CH3 فبلاحظ بحدد الكربون الهيدروكسيل بلاحظ اني طالع منها R ثلاث تفرعات اذا هذا من الدرجة الثالثة. هون باجي بحدد الكربون اللي ماسكه بمجموعة الهيدروكسيل انا مش رح الاقي الهيدروكسيل ممكن في الصيغة مباشر موضح الارتباط شفت في النص OH OH بتكون مرتبطة مع الكربون الاقل عدد ذرات هيدروجين فبحكي هاي الكربونة طالع منها OH مرتبطة بكربونة من اليمين وكربونة من إيش عندي من اليسار وباقي الارتباط رح يكون عندي أكيد الرابع مع الـ H. أنا قلت لك بوضح الارتباط الكربوني الهيكل الكربوني بلاحظ هاي كربونة الهيدروكسيل طالع منها R وطالع من الطرف الآخر R تنتين R إذا شو تصنيفه ثانوي. هون باجي زي ما حكينا على الكربونة الكربون المرتبطة مع مجموعة الهيدروكسيل أنا عندي
الاو اتش هي مرتبطه بتكون مع ذره الكربون اقل عدد ذرات هيدروجين. انا باجي بحكي هاي سي طالع منها الاو اتش، واضح؟ بلاحظ هون في عندي تجمع كربونات بدي افكه. حكينا ما يكون سي اتش 3، لما يكون عندي سي اتش 3 داخل تجمع الكربون يعني تفرعات من الكربونة، بينما اذا لقيت سي اتش 2 يعني انا من ذره الكربونة راح احط تجمع سي اتش 2. سي اتش 2 اتصال مباشر جنب بعض، اتصال مباشر جنب بعض، بعدين بكمل سي اتش 3. فبلاحظ انا عندي المركب تبعي لذرة الكربون المرتبطة في مجموعة الهيدروكسيل طالع منها مرتبطة مباشرة مع بس R. شفتوا إيش ما كانت طول سلسلة الكربونية R. المهم إنه هاي كربونة الهيدروكسيل مرتبطة مباشرة مع كربونة واحدة، إذا هذا شو تصنيف رح يكون؟ من الدرجة الأولى. من الدرجة إيش عندي؟ الأولى. هلأ بدي أفوت على مراجعة الإيثرات. إيثر يعني عندي أكسجينة في داخل مركبي مرتبطة برابطتين أحاديتين، هدول الأحاديتين رح تكون متصل مباشر مع كربونة من اليمين ومع كربونة من اليسار. بغض النظر الكربونة على اليمين بإيش عدد ذرات الكربون المتصلة معها، أو على اليسار كم عدد ذرات الكربون المتصلة معها. يعني بشكل عام رح ألاقي O متصلة مع تفرع R من اليمين وتفرع R من اليسار بغض النظر عن طول السلسلة الكربونية، بس اتصال مباشر، اتصال مباشر بين الO والكربون من اليمين ومن اليسار. إذا شو مركب عندي؟ إيثر. يعني أنا عندي كان عندي الكان، الكان كان عندي الكان، هذا الكان مكون من عندي من ذرتين كربون يعني إيثان. جيت فصلت بين ذرتين الكربون، حطيت فصلت بيناتهم بذرتين بذرة أكسجين، حولته من الكان لاش عندي؟ لا إيثر. وزي ما ملاحظ الإيثر مشتق من الهيدروكربونات، يعني بطل عندي كربون وهيدروجين فقط في مركبي، أصبح لدى مركبي كربون، كربون وأكسجين بالإضافة إلى ذرات إيش عندي؟ الهيدروجين. هذا المركب اللي بيحتوي كربون وأكسجين وكربون، والأكسجين تفصل بين ذرتي كربون بنكون عائلته إيثر. الإيثر بلاحظ جميع الروابط في داخله أحادية، فهو مركب عضوي مشبع، بسميه على وزن ألكل ألكل إيثر. شو قصدك يا مس؟ باجي أنا عندي هاي الأو، بحط الأو طالع منها عندي تجمعات، تجمعات كربونية بين الأقواس سي اتش 3، طالما سي اتش 3 يعني من الأو طالع من هون سي اتش 3 من اليمين، ومن الطرف الثاني من اليسار طالع من عندي سي اتش 3. او تفصل بين ار وار، اذا عندي هذا عائلته ايش عندي؟ ايثر. كيف بسميه؟ تسميته كتير سهله، انا عندي كربونه واحده في التفرع يعني ميث، والتفرع زي ما اتفقنا ينتهي بمقطع ايل، والتفرع الثاني برضه يحتوي على كربونه واحده ميث وينتهي بمقطع إيل. فأنا عندي تفرعين متماثلين، فباجي بحكي طالما تفرعين متماثلين بس بحكي ثنائي مثل، وعائلتي إيش؟ إيثر. مش مطالبين بالتسمية، برجع بذكر، بس مطالبين إذا شفت كلمة إيثر أعرف عائلتي، وطالما إيثر أعرف إنه بين الآر والآر في عندي إيش؟ عندي ذرة أكسجين، بغض النظر شو تسمية آر أو طول آر أو من الصيغة الجزيئية للمركب، الصيغة البنائية للمركب. إذا شفت O تفصل بين R و R أعرف إنه شو عائلتي؟ إيثر. نفس الإشي هون، O بيناتهم بينات عندها تجمع، عندي كربونات على اليمين وكربونات على اليسار، اللي على اليمين ذرتين كربون يعني إيث تنتهي ب إيل، على اليسار كربونة واحدة ميث تنتهي بمقطع إيل. تفرعات غير متماثلة بسمي كل واحد منفرد بحسب الأبجدية بالإنجليزي الألفابيتيكال بالإنجليش. ببلش الإي بكتبها قبل الأم، فبحكي إيثيل ميثيل الإيثر، واضح؟ بروح على العائلة التال اللي وراها، اللي هي عائلتين متميزتين ومهميات في التحضير، الألديهات، الألديهيدات والكيتونات، نسميهم مركبات كربونيلية، أي تحتوي على مجموعة الكربونيل. ولما أحكي كربونيل لازم تعرف إنه عبارة عن كربون
مرتبطة برابطة ثنائية مع ذرة من عندي أكسجين. وزي ما بعرف إذا الكربون ارتبط برابطة ثنائية مع أكسجين والكربون بيعمل أربعة روابط، عمل رابطة ثنائيتين، رابطة ثنائية إذا شو بقيله؟ رابطتين أحاديتين، رح يكونوا إما هدول الرابطتين أحد أطرافه متصلة مع H إجباري لازم يكون H، والباقي الطرف الآخر ممكن H أو R، فبيكون هذا عائلته الديهايد. يعني إذا كان عندي كربونيل ارتبط أحد أطرافه إجباري بH، عرفت على السريع عائلتي الديهايد. الطرف الآخر ممكن تكون يا H أو R يعني ذرات كربون، بينما كربونيل، كربونيل يعني كربون مع رابطة ثنائية مع الـ O دبل بوينت، O دبل بوينت مع ذرة أكسجين. الرابطتين الأحاديتين اللي بقيوا معه إذا ارتبط مع RR يعني مع كربون من اليمين وكربون من اليسار بطل الديهايد، أصبح عائلته كيتون. كيتون واضح؟ فبلاحظ إن الكربونيل في الألديهايد والكيتون موجودة، عشان هيك بسميهم مركبات كربونيلية، بس شرط إذا كربونيل معاه H إجباري ألديهايد، إذا كان عنده RR إجباري لازم يكون من اليمين كربون ومن اليسار كربون حول مجموعة الكربونيل، شو بيكون عندي؟ كيتون. كيتون فبحكي بدأت أعرف تسمية الألديهايد من الاسم، إذا انتهى مركب بال ال يعني أنا عندي الديهايد على وزن الكانال، الكانال، وبستنتج مجموعة الكربونيل لازم ترتبط بذرة هيدروجين، وبلاحظ إنه الكربونيل في مجموعة في عائلة الألديهايد دائما بتكون طرفيا، اللي المرتبطة بإتش إذا ارتبطت أحد أطرافها بإتش لازم تكون دائما على الطرف، عشان هيك لما نحكي عن لما نيجي ندرس التفاعلات عشان هيك رح نشوفها إنها بتتأكسد، يحدث عليها عملية التأكسد، وعشان هيك بالتسمية ما لا ترقم لأنه دائما بتكون موقعها طرفية، بينما الكيتونات بتنتهي بمقطع أون، أي مركب بينتهي بأون بعرف إنه عائلته كيتون. واي مركب بيكون الكربونيل على يمينه كربون وعلى يساره كربون اذا تعرف انه عائلته شو عندي كيتون، ودائما تسميته بتنتهي على وزن الكانون، الكانون. اي انا عندي سي دبل بوينت او مرتبط مع اتش من هون سي اتش 3، لاحظت شفت كربونيل احد اطرافه مع اتش عرفت الديهايد، باجي بعد عدد ذرات الكربون في مركب تنتين يعني إيثان على وزن الكان، بس عشان انه عندي الديهايد بنهي بمقطع ال، ال يعني عائلته الديهايد. بينما الكيتون رح الاحظ انه عندي كربونيل، عشان احصل على الكيتون لازم على القليله من اليمين كربوني ومن اليسار كربوني، عشان هيك اصغر مركب كيتوني رح الاحظ انه بتكون من ثلاث ذرات كربون. نتذكر انه اصغر مركب كيتوني يتكون من ثلاث ذرات كربون، خليها ببالك. باجي لما يكون عندي ثلاث ذرات كربون ما في داعي للترقيم، ثلاث ذرات كربون يعني بروب، وعشان بين الكربون والكربون روابط احاديه بحكي الكان بروبان، بس هذا مش الكان، يوجد على مجموعه الكربونيل ومجموعه الكربونيل على يمينها ار وعلى يسارها ار، هذا كيتون فبنهي بمقطع اون فبحكي بروبانون، بحكي عنه ايش؟ بروبانون. فبلاحظ انه الكربونيل في الكيتون ما بترتبط بالاتش وبتكون دائما وين عندي؟ في الوسط، عشان هيك ما بتتأكسد، ورح نرجع نعيده في التفاعلات، وعشان هيك ترقم أثناء التسمية. وأصغر مركب كيتوني بيحتوي على ثلاث ذرات كربون. بدي أعرف من طريقة الارتباط إنه الديهايد، ممكن ما أوضح لك طريقة الارتباط الكربون مع الأكسجين والهيدروجين، إذا انتهى صيغة المركب بمقطع CHO كهو، CHO كهو، بدي أعرف إنه هذا مركبي الديهايد، يعني أجي أكتب لك مركب CH3 CH2 CHO، شفت CHO تعني C double point O مرتبطة مع H والباقي بنزله زي ما هو CH2 CH3، فأنا عندي كربوني مرتبطة مع H إذن عائلتي الديهايد. بينما أجي أشوف CH3 CH2 CO CH3
لاحظ في عندي سي او في النص، سي او تعني سي دبل بوينت او، سي دبل بوينت او، وبنزل باقي الروابط لسي اتش 3 من اليمين وبكمل من اليسار سي اتش 2 سي اتش 3. لاحظت في عندي كربونيل على اليمين ار وعلى اليسار ار، وليس اشترط ان يكون طول الار من اليمين ولليسار متساوي، بس مطالب اعرف انه عائلتي شو عندي. كيتون يتكون من 4 ذرات كربون، فهلا لما بدي اجي اسميه كيتون بحكي 4 ذرات كربون بروب، وبين ذرات الكربون احاديات بحكي ان، بس هذا مش بروبان الكان، هذا عندي كربونيل في النص فبنهيه بمقطع اون، وعشان الكربونيل وسطيه باجي بحكي على اني ذره كربون موجوده، فلازم الترقيم من الطرف الاقرب لمجموعه الكربونيل، فبلاحظ ان عند الكربون رقم 2 فبحكي 2 بروبانون، ومش مطالبين بالتسمية بس مطالبين من الاسم. إذا انتهى بأون أعرف إنه كيتون، ومن الصيغة البنائية للمركب إذا شفت الكربونيل في الوسط أعرف إنه كيتون، من المركب الأمامي أن أعرف من التسمية إذا انتهى ب بآل، انتهى بآل إنه عندي مركب ألديهايد، أو من الصيغة البنائية إذا عندي كربونيل كطرفية يعني أي مرتبطة مباشرة مع H إنه شو عائلة مركبي ألديهايد. واضح؟ بدي أفوت على المركب العضوي الأخير لقبل الأخير اللي هو الحمض الكربوكسيلي، المجموعة الوظيفية له اللي هي مجموعة الكربوكسيل، مجموعة الكربوكسيل اللي هي صيغتها COOH اللي هي طريقة ارتباطها بالتفصيل رح تكون عبارة عن سي دبل بوينت او، سي دبل بوينت او مرتبطة مع مجموعة الـ OH، يعني أنا عندي بمعنى آخر كربونيل مع هيدروكسيل ارتبطوا مع بعض بصير هاي المجموعة اسمها كربو سيل، وهي المجموعة الوظيفية لعائلة الحمود الكربوكسيلية، دائما بسميها على وزن الكان وبنهيها بمقطع ويك، زي ما أخذنا عند الحمود أي حمض ينتهي بمقطع بوحدة الحمود والقواعد، أي حمض ينتهي بمقطع ويك إيك. دائما الكربونيل الكربوكسيل في مجموعة في العائلة الحمض الكربوكسيلية بتكون مجموعة الكربوكسيل طرفية، يعني هي بتكون على الطرف، والباقي الكربون بيعمل 4 روابط، هي عامل رابطة ثنائية مع الأو ورابطة أحادية مع الأو اتش، إذا ضايل له رابطة واحدة رح تكون مع آر، مع آر من الطرف هذا ممكن تكون آر أو تكون اتش، عشان هيك أصغر مركب حمض كربوكسيلي اللي هو بيحتوي على ذرة كربون واحدة، كربونة واحدة يعني ميث، والكربون عامل مع حاله رابط أحادية ميثان، وعشان نوح مجموعة كربوكسيل هذا بحكي بسبقه بكلمة حمض وبنهي بمقطع ويك، فبحكي حمض الميثان ويك. أخذ مركب آخر CH3CH2 سي دبل بوينت او او اتش، شفت سي دبل بوينت او مرتبطه مع او اتش، هي مجموعه الكربوكسيل، مجموعه الكربوكسيل يعني انا عندي حمض عضوي، حمض عضوي يعني حمض كربوكسيلي بتكون من 3 ذرات كربون يعني بحكي بروب، والذرات الكربون متصلات فيما بينها بروابط احاديه بروبان، وعشان حمض بحكي حمض وبنهي بمقطع ويك فبحكي حمض البروبان ويك، حمض البروبان ويك. هذه الصيغه بقدر اكتبها بصيغه بنائيه مختصره، اجي اكتب سي او او اتش اللي تعرفنا عن في الحمود الضعيفه، وهو حمض زي ما حكينا في وحده الحمود هو عباره عن حمض ضعيف، وبكمل الباقي سي اتش 3 سي اتش 2. فلما اشوف سي دبل سي او او اتش يعني عينتين مرتبطه مع اتش، يعني انا عندي سي طريقه الارتباط رح تكون كربونه عامله رابطه ثنائيه مع الاو ورابطه احاديه مع مجموعه الاو اتش، هاي مع بعض بسميها مجموعه الكربوكسيل اللي هي المجموعه الوظيفيه للحمض الكربوكسيلي. هلا الاستيارات، الاستيارات هي نعرف عائله عضو مركب من مشتقات الهيدروكربونيه اللي هي بتتميز بمجموعة الإستر اللي هي عبارة عن سي دبل بوينت أو مرتبطة مش مع أو أتش مع أو آر، يعني أنا عندي إجبار لازم يكون عندي مجموعة رابطة ثنائية مع الأو والكربون مرتبطة مع أو، بس الأو هاي راح تكون مش مع أتش زي الحمض الكربوكسيلي، مع ذرة كربون سي أتش 3 إجباري. ومن الطرف الآخر راح يضل عندي الكربون عامل 4 روابط، بيعمل 4 روابط رابطة ثنائية مع الأو ورابطة أحادية مع الأو، فإذا نضل له رابطة أحادية رح تكون يا إما R
او اتش، عشان هيك اصغر مركب استري اللي هو سي دبل بوينت او، سي دبل بوينت او، واجباري او لازم يكون مع ار، يعني لازم يكون هون ار على القليل فيها كربون واحد يعني سي اتش 3 ومن هون اتش. فاصغر مركب استري بيتكون من ذرتي كربون، من ذرتي كربون. بدنا نعرف رح نحكي عنه بالتفصيل في التفاعلات الكيميائيه ان الاستر ما بتحضر من مركب عضوي واحد، بتحضر من مركبين عضويين اللي هو عندي كحول وعندي الحمض الكربوكسيلي. الاستر الصيغه البنائيه الاستر بتتكون من شقين، شق قادم من الكحول وشق قادم من وين؟ من الحمض الكربوكسيلي. باجي بفصل من عند الاو اللي ماسكه مع اللي جنب الكربو مجموعه الكربونيل، بفصل من عندها من الاو اروح مبتعده عن الكربونيل، هذا بكون الشق القادم من الكحول. من الكربونيل مبتعده عن الاو بكون هذا الشق القادم من الحمض الكربوكسيلي. مهم لانه هذا اسئله سؤال وزاري، يعطى لديك صيغة الإستر ويطلب منك ما الشق القادم من الكحول، ما الشق القادم من الحمض الكربوكسيلي. عشان هيك بدنا نعرف إنه الإستر بتكون من شقين، صيغته الجزيئية صيغته البنائية شق قادم من الكحول وشق قادم من الحمض الكربوكسيلي. دائما باجي بفصل من عندي الأو المرتبطة مع ذرة الكربون المرتبطة مع الأكسجين، بفصل من عندها باجي من الأو مبتعدة عن الكربونيل بيكون هذا شق الكحول، ومن الكربونيل مبتعدة عن الأو بيكون هذا شق الحمض الكربوكسيلي. الرابطة اللي بين الأو والكربون، الرابطة الأحادية اللي بين الأو والكربون، هاي بنسميها رابطة استارية. استارية الشق القادم الكحول دائما بسميه حسب عدد ذرات الكربون على وزن الكيل. الشق القادم من الحمض الكربوكسيلي على عدد ذرات الكربون بس 100 على وزن الكان وات. فأنا إذا شفت إيل وات بعرف إنه شو عندي على المركب العضوي، مركب استري استر. بدنا نعرف إنه نرجع أعيد إن الإستر بتكون من تفاعل حمض عضوي مع مين عندي؟ الكحول. الحمض العضوي هو الحمض الكربوكسيلي. بدنا نعرف معلومة عن الإسترات اللي حكيناها بأول ثانوي، إنها بتتميز برائحة عطر تشبه رائحة الفاكهة. دائما بسميها على وزن الكانوات الألكيل، وفي كتب بسموها ألكيل الألكانوات. المهم شفت وات وشفت إيل ده عرف إنه شو عند المركب العضوي إستر. المجموعة المميزة للإستر زي ما حكينا اللي هي سي دبل بوند أو مرتبطة مع أو وجنب الأو لازم كربونة، لازم كربونة. عشان هيك هذه المجموعة بنسميها مجموعة الإسترية، هي المجموعة الوظيفية المميزة لمين؟ للإستر، مميزة للإستر. سؤال نمط وزاري بيجي عندك المركب العضوي بقول لك حدد الشق القادم للحمض والشق القادم للكحول. طالما قال لي حمض وكحول إذا عرفت مركب إستر. أول شغلة باجي إذا طريقة الارتباط مش واضح معي بوضحها أسهل لإلي كطالب. باجي بقول عندي سي أو أو، باجي بحكي إنه أنا عندي كربونة مرتبطة رابطة ثنائية مع الأو، ومن الطرف الآخر رابطة أحادية مع الأو. باجي هنا حددت طريقة الارتباط السي أو أو، أو ماذا تعني سي أو أو؟ يعني سي دبل بوينت أو ورابطة أحادية مع الأو الثاني. باجي بكمل بحط سي اتش 2 CH3 ومن الطرف الثاني شو في عندي هون؟ H بنزله زي ما هو. باجي بفصل زي ما اتفقنا من عندي الرابطة المرتبطة بين السي والأو رابطة الأحادية. باجي من الأو مبتعدة عن الكربونيل هذا شق الكحول، من الكربونيل مبتعدة عن الأو شق الحمض الكربوكسيلي. فأنا كيف بدي أكتب في الوزارة؟ باجي بده الشق الكحول بكتب له الشق القادم من الكحول، بكتب بس الشق بحكي له او، وهي رابطه مع مين ماسكه؟ مع مين ماسكه؟ مع بكمل سي اتش 2 سي اتش 3 ما بكمل باقي الرابطه. باجي بحكي له الشق القادم من الحمض الكربوكسيلي، باجي بحط له الكربونيل بكمل من الشق اللي جنبه اللي هو الاتش، وما بحط الرابطه بخليها اياها هيك مفتوحه
أي إنه ما بوضح بس بوضح شق الكحول وشق إيش عندي الحمض الكربوكسيلي. خلينا نأخذ كمان سؤال. CH3COOCH2 نفس الإشي، بحدد C double COO، بوضح ارتباط اللي C double bond O ورابطه أحادي مع الO، بنزل CH2 CH3 CH3، باجي بفصل من الرابطة الأحادية بين الكربون والO، بحدد هذا شق قادم من الكحول، من الكربونين المبتعد عن الO شق قادم من الحمض الكربوكسيلي، باش بحكي له الشق القادم من الكحول اللي هو OCH2CH3، الشق القادم من الحمض الكربوكسيلي اللي هو C double bond OCH3. بس عشان أذكر في التسمية، شق القادم الكحول على وزن الكيل، شق القادم من الحمض الكربوكسيلي على وزن الكنوات. كم الكربون عندي؟ تنتين، فبحكي أنا عندي كربونتين يعني إيث وإيث، وعشان على وزن الكيل بنهي بمقطع إيل إيثيل. كم الكربون في الشق القادم من الحمض الكربوكسيلي؟ تنتين، فبحكي إيث بس بنهي على وزن إيثان، بحكي إيثان وبنهي بإيش؟ بمقطع وات. فلما أشوف مركب اسمه إيثيل الإيثانوات أو أحكي إيثانوات الإيثيل، يعني أنا عندي مركب عائلته إستر. واضح؟ بدنا نحفظ، هذا حفظ موجود عندنا في الكتاب. الإستر الموجود في الموز، الإستر الموجود في الموز اسمه بنتيل الإيثانوات. فأنا شفت إيل وات، يعني شو عندي مركب إستر؟ لو بدي أرجع رجوع من التسمية أكتب الصيغة البنائية للمركب، أنا عندي إيل وات يعني إستر، فبحط المجموعة الوظيفية لإيل لسي دبل بوند أو أو، إيل الشق القادم للكحول يعني داج عندي الأو هاي، بنتيل يعني خمس ذرات كربون، يا بحكي سي يا بوضحهم بحط الكربونات جنب بعض بعدين بوزع الهيدروجينات، أو بحكي خمس ذرات كربون C5 بكتب على الصيغة الجزيئية العامة للتفرع اللي هي صيغة CnH2n+1، خمس ذرات كربون والباقي رح يكون هيدروجين، 2 × 5 = 10 + 1 = 11. هلأ الشق القادم من الحمض الكربوكسيلي إيثانوات، إيثان يعني ذرتين كربون، هاي كربونة واحدة موجودة، شو ضل لي؟ كربونة واحدة، فبحط كربونة، كربونة عاملة رابطة، شو ضل لها؟ ثلاث ذرات ثلاث ذرات هيدروجين، أو بخطب على صيغة التفرع CnH2n+1، أنا عندي كربونة واحدة ضرب 2، 1 × 2 = 2 + 1 اللي هي 3، فبكون هذا هو الصيغة الصيغة البنائية لمين؟ لبنتيل الإيثانوات الموجود وين عندي؟ في الموز. هلأ نهاية حكينا هذا كلياته، ملخص هام لكل اللي حكيناه، لنعرف إن الألكان الصيغة الجزء العامة لإله CnH2n+2، تسميته دائما بتنتهي بمقطع N. الألكين يوجد رابطة ثنائية واللي هي المجموعة الوظيفية في الألكينات على الصيغة العامة CnH2n، دائما تسميتها بتنتهي بمقطع إين. الكاين يعني أنا عندي لازم ذرتين كربون متجاورتين وبيناتهم رابطة ثلاثية، الصيغة العامة لإلها CnH2n-2، يعني عدد ذرات الهيدروجين إذا كان ضعف عدد ذرات الكربون ناقص 2، بعرف إنه مركب الكاين وبينتهي بمقطع أين. هاليد الألكل لازم أنا عندي المجموعة الوظيفية ألاقي ذرة كربون مرتبطة مباشرة مع إكس، وإكس حكيناه اللي هي عبارة عن هالوجين، يعني إذا لقيت كربون مرتبطة مع إكس هالوجين بعرف إنه عندي هاليد ألكل اللي تسميته دائما هالو ألكان، يعني زي بحكي برومو إيثان، شفت برومو إيثان في صيغة في تسمية مركبي لازم أعرف إنه هاليد ألكل. الكحولات المجموعة الوظيفية لإلها الـ OH اللي نسميها الهيدروكسيل، الصيغة العامة لإلها ROH، يعني أنا عندي الكربون مرتبطة مباشرة مع مجموعة الهيدروكسيل بغض النظر شو تصنيفه أول ولا ثانوي أو ثالثي، زي ما حكينا سابقا من التسمية لازم أعرف إنه إذا انتهى بـ All يعني كحول، أو من الصيغة إذا وجدت الـ OH أعرف إنه كحول. الإيثر إنه عند الصيغة المجموعة الوظيفية لإلها O طالع منها رابطتين أحاديتين يعني إيثر،
اللي اسمها هذه المجموعة الوظيفية برضه بسميها إيثر، اللي صيغة العمل إلها O وطالع من اليمين R ومن اليسار R، يعني ذرات كربون من اليمين ألاقيه على يمين الـ O على يمين اليسار في ذرات كربون، إذا بعرف إنه مركب إيثر اللي تسميته دائما ألكل إيثر، زي ما حكينا ثنائي مثل إيثر أو أحكي إيثين مثيل إيثر، يعني في التسمية إذا شفت إيثر إذا أنا مركب إيثر بدي أعرف إنه الكحول والإيثر بيناتهم تساوغ، يعني أنا الصيغة الجزيئية العامة للكحول تشبه صيغة الإيثر، يعني إذا أنا أعطيت الصيغة الجزيئية العامة للمركب يعني أحكي C3H8O، هذا هاي الصيغة الجزيئية الأمامي رح تكون يا إما كحول يا إما إيثر، لقدام شوي رح أعرف كيف بدي اعتبر هذه الصيغة، هل هي كحول ام ايثر؟ ان شاء الله لما ابلش اشرح التفاعلات بدنا نعرف ان الالديهايد والكيتون مشتركين بمجموعة وظيفية واحدة اللي اسمها اللي هي الكربونيل، هاي الكربونيل اذا ارتبطت من الطرف بذرة هيدروجين اذا اجبار لازم يكون مركب عائلته الديهايد، بينما اذا كانت الكربونيل متوسطة يعني من اليمين على يمينها ذرات كربون وعلى يسارها ذرات كربون فعائلته رح تكون كيتون. الالديهايد في تسميته لازم يكون ينتهي بمقطع L، والكيتون ينتهي بتسميته بمقطع on، L الديهايد و on كيتون، وده لازم نعرف انه بين الالديهايد والكيتون يوجد تساوغ، تساوغ يعني مشتركين بنفس الصيغة الجزيئية العامة، يعني لما احكي C3H6O هاي الصيغة الجزيئية بقدر اكتبها اما على صيغة الديهايد او على صيغة كيتون، كيف رح اكتبها ان شاء الله رح نحكي عنها بالتفصيل في الدروس الجاي ان شاء الله. بدنا نعرف ان الحمض الكربوكسيل المجموعة الوظيفية له مجموعة الكربوكسيل اللي هي سي دبل بوينت او او اتش، هاي المجموعة بسميها كربوكسيل، هاي المجموعة دائما طرفية، دائما اذا انتهى عندي او تسمية مركبي العضوي كان ابتدى بحمض وانتهى بويك بعرف انه هذا حمض كربوكسيلي. الاستر اللي هي مجموعة الاستر اللي هي صيغتها سي دبل بوينت او وعندي او بس شرط لازم الاو مرتبطة مع ذرات كربون، فهذه المجموعة كاملة شو بسميها استر، وهي المجموعة الوظيفية المميزة لعائلة الاستر. دائما الاستر بتكون من شق قادم من الكحول وشق قادم من عند الحمض الكربوكسيلي، الاو المرتبطه مع الكربون برابطه احاديه اذا ابتعدت عن الكربونيل مبتعده عن عنها هذا الشق القادم من الكحول من الكربونيل مبتعده عن الاو شق قادم من الحمض الكربوكسيلي، دائما الشق القادم من الكحول بكتبه على صيغه الكيل والشق القادم من الحمض الكربوكسيلي على صيغه الكانوات، فاذا انا شفت سي دبل بوند او او مرتبطه مع كربون اذا تعرف انه هذا استر، من الاسم اذا شفت ايل وات تعرف انه عم مركب ايش عندي استر، بدك تعرف ان الحمض الكربوكسيلي والاستر يوجد بيناتهم كمان تساوغ على صيغه سي ان اتش 2 ان او 2، عندي ذرتين اكسجين في المركب العضوي، هذا المركب اذا تواجد ذرتين اكسجين في داخله في صيغته الجزيئيه العامه اذا انا بقدر بقدر اكتب هذه الصيغه اما على صيغه حمض كربوكسيلي او على صيغه استر، فبهيك انا هيك بنهي المراجعة اللي لازم كلنا نعرفها عشان أقدر أبلش في التحضيرات اللي تحضيرات وأنواع التفاعلات الكيميائية اللي رح أبلش فيها على طريقتي أنا الخاصة، رح أبلش بالتحضيرات أدرس التفاعلات الكيميائية وبنفس الوقت التحضيرات عن طريق مخطط بلخص للتفاعلات الكيميائية وطريقة تحضير المركب. إن شاء الله بالحصص القادمة رح نتعرف آلية رسم هذا المخطط، لأن هذا المخطط إذا تم رسمه في عقل الطالب بهيك بيكون هو بيقدر يحضر أي مركب عضوي يطلب منه، رح نحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله بالحصص القادمة. نستودعكم الله ونراكم إن شاء الله في الحصص القادمة، وإن شاء الله تكون على مقاعد الدراسية يا رب.